تحيه خالصه لكم، مرحبا بكم، مرحبا باسمعكم الوفيه، وغنمشيو مباشره ونرحبوا بالاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذ، ومرحبا بك وذكرى مباركه. شكرا لك اختي سكينه، وانت كذلك وجميع المغاربه، وهذه يعني ذكرى عزيزه جدا جدا، فاتمنى من برنامج صحه وسلامه الصحه والسلامه للجميع، للجميع ان شاء الله باذن الله. وتحيه لفريق العمل، وتحيه للمستمعين الكرام، وتحيه لك اختي سكينه. الله يطول عمرك. لالا اختك استاذي، اليوم استفزتيني بموضوع الحلقه. انا وعدتك ذاك النهار. حنا كنعرفوا بان الثقافه المغربيه، انا كنقول بان حتى حاجه ما جات اعتباطيه، كل حاجه عندها واحد المعنى، وعندها واحد المعنى حقيقي على الصحه ديالنا. من قبل حنا ما كناش كنسمعوا هذا الشيء اللي كنطيبوا فيه دابا، من قبل كان الماعون ديال النحاس وكان الماعون ديال الطين، هادو هما جوج الحويجات اللي كانوا كيطيبوا فيهم الناس، من غير هذا الشيء ما كان حتى شي حاجه. وحتى ربما في واحد الوقيته اللي بان القصدير، كان القصدير بواحد الشكل معين، وتتصاوب بواحد الشكل معين، وتتطيب بواحد الشكل معين، وكان لا ينصح به، يعني كانت واحد الفئه معينه اللي كتستعملوا ولا ينصح به. دائما النصيحه كانت في الماعون ديال الطين او لا في الماعون ديال النحاس. والطياب كان سواع العواد، وهذه اللي كانت سائده لسنوات طويله، حتى جات الطياب ديال الفخر. وربما هذا هو اليوم علاش غنتكلموا على الطياب ديال المهل. الا درنا غير براد ديال اتاي على الفخر، فراه عمره ما غيكون بحال براد ديال اتاي مشحر فوق البوطه واخا دير على المهل. فهاد الطياب بهذا الشكل هذا، ربما من قبل الناس كانوا كيطيبوا بالجير، كيطيبوا بالملحه، كيطيبوا يعني هذه امور كلها كانوا كيستعملوها الناس باش يوقدوا النار وباش يطيبوا، ولكن الطياب كان على المهل. حتى في ثقافتنا كان كيقول لك الطياب الحادقه ريحته كتشم العصر، معنى انه باش يوجد داك الطاجين اللي غناكلو من مورا العشاء، لان الناس هكا كانت كتاخذ توقيت على حسب الصلوات، كنتعشاو مورا المغرب ولا كنتعشاو مورا العشاء، وغالبا الناس كانت كتعشى مورا المغرب باش كتصلي العشاء وكتمشي تنعس. ف هاد المبدا ديال انه من العصر، يعني خاصنا واحد الوقت طويل باش يوجد داك الطاجين بشويه على المهل، شي حاجه اللي دابا ما بقاتش. دابا حتى كندخلوا للخر مقله دير فيها هادي دغيا غابيد، حط العشاء في 20 دقيقه، داك الماكله كتبننها بالعطريه، الا كنتي كتبنني بالعطريه وصافي، ما بقاتش هذيك التقوليه وديك التعطال في الطياب واللي عنده اساس صحي مهم بزاف. بالضبط اختي سكينه، فاذا لاحظتي هذه شحال كنا كنقولوا رد الطاجين يطيب. كما كنقولوا حطوا يطيب. فرق كبير بين هادوم. شوف الطبخ على المهل، هذا هو يعني العنوان ديال الحلقه ديالنا اليوم. انا جو سي اختي سكينه، انا كنت وعدتك ذاك النهار غنستفزك في هاد الحلقات. مرحبا. لانه هو استفزاز ايجابي للمغاربه كاملين. اكيد. فيه جانب استفزاز، فيه جانب نوستالجيا، فيه جانب جيل. واليوم راهنا يعني مصادفة، اليوم راه يعني وليداتنا في المدرسة راه جالسين، عسانا أننا نخطفوا الأسماء ديالهم في هذه الحلقة ديال اليوم. شوف الطبخ هو كيمياء البنة واللذة، هذه عقلوا عليها. شتي هذاك من أول ما كنقولش علماء الكيمياء، الكيميائيين، لأن يعني علم الكيمياء حاجة أخرى، مي الكيميائيين الأوائل في التاريخ هم الطباخ. أنت مي كطبخ عرف راسك ولو بعلم ولا بغير علم فأنت تمارس علم الكيمياء. فشنو هو الطبخ؟ هو كيمياء البنة وكيمياء اللذة. الهدف نتاعه هو يعني هاد الوجبة هذه تخرجها في أبهى صورة. لمن الحباب راه كيقول لك إلا بغيتي تعبر الحب ديالك عند واحد الشخص، سواء كان زوج زوجة وليدات أب أم أخت إخوان، طبخ له طيب له. وبالتالي المرأة المغربية وباقي فيها في الجينات ديالها مي كتعجن وتطيب وتطيب لوليداتها، فهو ماشي تمارة سي فغي، هو عمل شاق، ولكن ما ينسيها في هذا الشقاء وما ينسيها في هذا التعب هو التعابير والتقاسيم والتعاليق والجلسة الأسرية. ما تفرطوش في هذه النقطة، هذه شيء أساسي كيصنع السعادة للأم ديالنا، للزوج ديالنا، للزوجة ديالنا، للأخت ديالنا، للإخوان ديالنا. كنتي امرأة للزوج ديالك، كنتي زوجة للزوج للزوجة ديالك. ديما المرأة والمرأة المغربية اللي احنا وليداتها والأحفاد ديالها
فدائما كانت تحرص كل حرص على إسعاد الأسرة، وهذه هي قوتنا وهذه هي ثقافتنا. اللي قلت لكم أنا الثقافة، كاين ناس كيهضروا على علم التغذية في العالم، لكن حنا كنهضروا على ثقافة التغذية. شنو هي ثقافة التغذية؟ ماشي غير يقول لا، مثلا ملي كتقول المرأة تدخل المطبخ تصوب واحد الوجبة وتحطها وتقدمها لوليداتها وتقدمها للزوج ديالها، عاود واحد النهار الزوج عاود ثاني كيبغي راه الطواجن ديال الرجال راه ما تستهنوش بهم، الطواجن ديال الرجال راه كيجيو روعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الرجل واحد النهار بغى حتى هو يصوب واحد الطويجن للاسره ديالو للوليدات ديالو ويحط. شنو كينتظر؟ سي فغي عياء وعناء، ماشي سهل، الحياه راه ماشي سهله. لكن ما ينسيها في هذا الشيء هما الابتسامه ديالنا، تقاسيم ديال الوجه ديالنا، السعادة ديالنا مي كناكلو داكشي. والله ثم والله يسولوا الأمهات ديالكم والزوجات ديالكم والأخوات ديالكم، يقول لك حنا كنساو مي كتقول هادشي جا بنين، شوفوا الابتسامة كيفاش كتخرج على وجه من حضر هاد الوجبة. هذه هي الثقافة. علاش؟ حيت باقي ما وصلنا للأكل، هادشي كيدوز قبل ما نوصلوا للأكل. الثقافة المغربية هادشي اللي فيها، علاش؟ لأن هادو هرمونات لوسيتوسين سيروتونين، هادشي هذا اختي سكينة تخيل كيخليك تشبع قبل الوقت، ملي كيتحط طاجين ومعك الحباب كتحس بالام ديالك ولا الزوجه ديالك ولا الاخت ديالك صوبت لك هذاك الطاجين من القلب وتحط. كن متاكد. علاش؟ كن متاكد بلي الهرمونات بدات كتطلع في الجسم ديالك وبديتي تشبع داك الساعه. هذاك الشبع العاطفي، يعني كاين اللي عنده جوع عاطفي. واخا فكيف لاجدادنا انهم صبروا على الطياب في المجمر؟ ما كانش كيجيهم الجوع؟ نعم كان كيجيهم الجوع، وجوع قوي جدا. علاش؟ ان كانوا كيخدموا، كانوا كي يعني السؤال مطروح. شنو تغير في هذا العصر؟ كنهضروا على ثقافه غذائيه. شنو تغير؟ الساعه باقي فيها 60 دقيقه، النهار باقي فيها 24 ساعه. جاء عصر السرعه. عصر السرعه رسخوهنا في الدماغ قبل ما يرسخوهنا في الحركات، حتى ان عصر هذه السرعه جعل الانسان يقود الحياة ديالو الصحية، أقول الحياة الصحية بشكل سريع جدا. فأنت غادي مخالف للقوانين الفيزيولوجية، ملي كتكون غادي طريق السيارة خصك دير واحد السرعة 120 ولا 100، أنت راه الناس راه غاديين مخالفين للقوانين القوانين يعني في الحياة الصحية. قلت أنا جعل الإنسان يقود الحياة ديالو الصحية بشكل سريع حتى تم إنتاج أو ما يعرف أو تحت مسمى وقبلناها إحنا يسميتها الوجبات السريعة، سكون نابل لي فاست فود أو لي فاست فود. إحنا الأجداد ديالنا كان عندهم لي سلو فود، ما كانوش لي فاست فود. وهذا الشيء هذا لم يعني الذي لم يعني يسفر إلا على سرعة نحو الأمراض. الناس كانوا كيطيبوا في الرماد، طنجية شنو سميتها أنا راه درنا عليها، سميتها بنت الرماد. الناس كانوا كيطيبوا فوق الحجارة، الناس كانوا كيطيبوا في الفرناتشي في الفران، الناس كانوا كيطيبوا يعني فوق يعني حفر ويغطيوها بالطين. هم يلاحظوا دابا بعد المحتويات راه كيبينوا ثقافتهم اللي كان هادي شحال كيدير لك حفرة في الأرض وكيجيب داكشي اللي قسم الله وكيديروا في داك الحفره وكيعلقوا وكيغطيه بواحد يعني شي حاجه ديال يعني معدنيه ويملسوا بالتراب ويتسناه. شنو كنكونوا؟ الطاجين كيطيب وحنا كنطيبوا الجوع. هذاك الجوع ملي كتمشي انت تاكل واحد الحاجه وانت كلك يعني شهيه ليها، فتال البنه كتكون طالعه اكثر، والدوبامين والاستجابه للدوبامين كتكون جميله بزاف. حتى ان الناس دابا كان عندهم العديد، حنا عين الفران ياك، عين الفران ديال الخبز. غيفهموا المستمعين شنو المغزى من هذه الحلقه، هو اننا نحركوا شويه النوستالجيا ونشوفوا شنو تبدل. والهدف ديالي من هذه الحلقه هو ابراز الثقافه الغذائيه المغربيه بالوجهه الصحيه ديالها. عسانا ان النهار الا كانت شي فرصه، لما لا ناخذ شي طاجين فوق الفخار، ناخذ شي خبز فوق العواد. اي الفران في المغرب، فران ديال العود اللي كاين الناس يطيبوا العود، راه ما كاينش غير واحد، كل جهه وعندها الفران ديالها. كانوا الناس اللي كيديروا الفران ديال الطاوات، كانوا الناس اللي كيسميوه فران بوجيها. شنو معنات بوجيها؟ كانوا كيشعلوا العافيه. لاحظوا
لاحظوا الخبز ديال الناس اللي طبخوا في الفران. انا ادعو كل انثى وكل امراه وكل رجل، جربي انك تطبخي في الفران ولو مره في حياتك، غتحسي بواحد الاحساس فريد من نوعه. انا نقول لك هذا الاحساس منين جاي؟ ببساطه لان جدك وجداتك وجداتك من جداتك الشجره كلها دارت هذا العمل اللي انت كديريه. كما الفلاحه، انا قلت لكم كاين الناس اللي ترباو وتزادوا في المدينه يتسموا لي سيتادان، نهار يبدا يفلح كيحس بواحد الاحساس جميل كانه كيفلح هذه مده. وشوفوا دابا في احدى الدول، فرنسا مثلا احسن فيرم دابا اللي كاينه في فرنسا اللي دايرينها ناس اللي هما ما كانوش اصلا كيعيشوا الفلاحه، ودابا كاين مختبرات اللي كتتبع هذا العمل اللي كيديروا هاد الناس. هادشي اش كنقول الانسان يجرب. الهدف من هاد الحلقات هو نعرفوا قيمه داكشي اللي عندنا، واخا. فقلت انايا لاحظوا الفران، الفران ما كانوش كيشعلوا الحطب ويدخلوا الخبز في البلاصه سيغ بلاص، لا كانوا كيشعلوا الحطب ويخليوه يدوز ويولي جمر عاد يدخلوا الخبز. هاد الناس واش ما كانوش عارفين؟ لا كانوا عارفين. مثلا نعطي مثال باش يكون مثال حي ملموس، اللحم ديال الطنجيه مي كطيبو بنت الرماد، الا شديتي داك طريف ديال الحيمه وانتم مولين الخير اتحرك هذاك العظم، اللحم كتفرق على العظم مباشره. هذا هو الحلم ديال اي طباخ في العالم، هو انه من يطيب اللحم مباشره الى هزه كتفرق على العظم. لاحظوا الطنجيه كتشوفوا هذه المساله، هذه بعض الانواع ديال الطويجنات ولا الطنجيه ديال طنجره الضغط. الطنجيه ملي كنتبعها بطنجره الضغط كنديرها بين قوسين حيت ما سميتهاش الطنجيه، واخا. فاكثر من هكا هاد الطنجيه هذه الا مشيتي شتي اللحم ديال صيف غيبان لك طايبه، ولكن مستحيل تكون هي الطياب ديال لاحظوا الطياب ديال الفاخر ولا ديال الفحم ولا ديال، كتلاحظوا اللحم والعظم كيتفرقوا. الا طيبتي في الطنجره ديال الضغط كتلقى اللحم ديما شاده في العظم، صيف غير عطابت. ولكن انا غنجي للجانب الصحي، فرق كبير، واخا. لاحظوا واحد مثال اخر، المقدمين ديال البيتزا، الناس اللي كيقدروا واش انا مع البيتزا ولا هذه هدف، يعني سؤال اخر، يعني واحد اخر. ما انا كنقول ايه، حتى مقدمي البيتزا في العديد من المطاعم يعني في شمال المغرب وفي المغرب كامل انتبهوا ان المستهلكين يميلون الى البيتزا اللي مصوبه على الفرن، وخاصه الحطب، فرن الحطب. ف ولاو الان دابا ولات، يعني هذه ما كنسميهاش توندونس، شي الرجوع البديه ماشي توندونس، الرجوع للحطب ماشي طوندونس، دي ماشي طوندونس، هذا لوريجين ولا لو غوتور ا لوريجين، العوده للاصل. السؤال المطروح، شنو الفرق بين انني نطيب على الفاخر ونطيب الملموس؟ راكم شفتوه، تشوفوه اللحم مثلا، اللحم الا درتيها فوق العافيه وتكون هذاك الجمر يكون باقي شاعل ودرتيه غيتحرق من برا ومن الداخل باقي ما طايبش. السؤال ديال هاد شنو الفرق، لأن كيمياء الطهي على الحطب صانعة للمذاق، كيمياء الطبخ على الجمر يعني ليست هي كيمياء الطبخ على البوطة. فالطياب على المهل والطياب السريع المضغوط فرق كبير بين الاثنين، لا في الجانب الصحي ولا في الجانب ديال لا كونسوماسيون، يعني إنسان يعني في الجانب يعني التوفير والجانب الاقتصادي في الأسرة. زائد احنا عندنا واحد المسألة واللي اللي يعني شحال مره يعني هدرت عليها، هي مطبخ العناصر. سميتها كاينه واحد المطبخ خاص حنا عندنا في علم كيمياء الغذاء سميتها لا كويزين موليكولير، هذه اي مختص في التغذيه خصو يكون عنده تكوين في هذا المجال ماشي في الطبخ، في الطبخ العناصر سميتو لا كويزين موليكولير. مي كدير انت يا الطبخ على المهل المذاق كيكون مخالف واجمل. والدليل انتم كتشوفوا، خذ الطنجيه ديال الرماد وخذ الطنجيه ديال طنجره الضغط، الهضم كيكون فرق شاسع، والدليل هو القطاني. لاحظوا القطاني اللي كطيبوها على الجمر ما كديرلكش الغازات بحال القطاني اللي كطيبوها على البوطه. فالطبخ كاين انواع كثيره، لكن على النار كاين نوعين، كاين لو فو هذيك العافيه وكاين لا شالور اللهيب الحي. مثلا انت ملي كتبغي تشوي وباقا شاعله باقي الله كتشعل العافيه،
غادي تشوف كاين بعض انواع اللحوم في العالم كياخذوها هكا كيديروها فوق العافيه كتحرق من برا كتولي كاع يعني اللون مذهب ومن الداخل باقا نيئه، هذا كيتسمى اللهيب الحي. اما الطياب الحقيقي لا كويزين موليكولار كيكون على السخانه، وهذا هو ما يسمى بلا كويزين موليكولار. علاش كنقولوا ملي كنبغيو نطيبوا كنقولوا نقص العافيه؟ نجيو للطياب، هنا غنهضر لكم على كيمياء الغذاء مع كيمياء الجسم، وهذا يعني بالنسبه لي انايا الشيء اللي خاص الانسان يكون على درايه به. حتى الطباخ خاصو يكون عنده تكوين في الجانب الصحي. علاش؟ لان الطباخ ماذا يمارس؟ الطباخ يمارس الكيمياء، فالطبخ كله كيمياء. لما يفسد الطعام فهو كيمياء، حفظ الطعام فهو كيمياء. من داروا الناس اللحوم القديده وداروا لها الملحه هذاك كيمياء. مي كتشد نتايا تبغي تقشر الخرشوف ولا القوق ولا التفاح ميت اوكسيداش ولا البطاطا ما تكحلش كتزيد لها الحامض، هذا كيمياء. لما كتشوف خود حوت وعصر عليه الحامض كيبدا يتحلل، هذا كيمياء. فان العلم هو المفتاح لفهم ما هو صحيح وما هو خاطئ في الطبخ. فالطبخ هو كيمياء، هو تفاعلات كيميائيه. ها يعني مثلا تمي كتاخذ شي حاجه خضراء في الخضر وتقليها في الزيت، شنو كيوقع هنايا؟ الزيت يحول ماده اللي خضور الى انتوسيانين. انت كيبان لك راه كتشحر، مي حنا في كيمياء الغذاء عندنا في مطبخ العناصر هو تحول الكلوروفيل الى انتوسيانين. القلي مثلا شديتي شي حاجه خضراء وبديتي تقليها، الفلفله مثلا في الايام ديال الفلفله، القل ديال الفلفله كتنكمش، كيوقع انكماش هاد الخضر، انتاج الاحماض وتدفقها من الخلايا النباتيه مما يحول هاد الخضر للون الباهت وكتنكمش. هذا كيمياء، والكيمياء هي اللي كتخلي البنان شي وحده طايبه تطيب داك البنان الاخر بسبب غاز الايثيلين. هادشي كنهضر في الجانب الطبيعي اللي كتنتجو هذيك التفاحه او لا الموز اللي هو كنسميوه حنايا دي فروي كليماتيريك. هادوما هادشي هذا خصو يكون مختص التغذيه عارفه. فالطبخ هو نفسه المبدا ديالو يقوم على تسريع التفاعلات. اذا في الاخر كنفهموا شنو هو؟ ان الطبخ هو كيمياء. فكيمياء الطبخ جدودنا كانوا يتقنون هاد الفن هذا. ان الغذاء في التغيرات الفيزيائيه ديالو والكيميائيه ديالو، فكتوقع تفاعلات تحت التحفيز الحراري. ملي كطيب انت هادشي اللي كدير كتمارس الكيمياء. ما كنقولش علم الكيمياء، لان الا كنتي كطيب وقاري الكيمياء بعلم التغذيه كتكون كتمارس علم الكيمياء. ولكن جدودنا مارسوا الكيمياء في الطبخ ديالهم بواحد الكاتاليزور، بواحد المحفز سميتو الحراره. فيه بزاف ديال الامور، طريقه هاد الحراره، نوعية الحرارة، قابلية التوصيل، أواني الطهي، هادشي كامل. هاد درجة الحرارة اللي يعني مي كنطيبو على المهل في مطبخ العناصر كنقولو حنايا أن هاد الحرارة تصل للغذاء بشكل متكافئ. أنت مي كطيب فوق الجمر العافية كتوصل للمكونات ديال الطاجين بشكل متكافئ، وتحول المادة اللي هي نيئة إلى مادة مطبوخة يكون فيها البطء مطلوب، مما يسمح للنكهات أنها تخرج، مما يسمح للإنسجام أنه يكون بين الأغذية والتوابل. علاش أنت كتضيف التوابل؟ باش يكون واحد الإنسجام، إنسجام التوابل مع الأغذية يكون عالي جدا وذو مستوى وصحي لما كيكون الطياب على المهل. وكاين تنتجو انت مثلا شديتي الطاجين مثلا ناخذو دابا ممكن نديرو البسباس، الجلبانه راه غتبدا تبان، ممكن نديرو شويه ديال الدجاج بلدي. بغيتو باقي لنا حنو الى الطاجين الخريف ماشي مشكل، باقي دابا نديرو الشفرجل، نديرو شويه القرعه السلاويه، نديرو الباميه الملوخيه، ونديرو شويه ديال اللحم الماعز شويه غير شويه، ولا 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 الدجاج بلدي، وكتحطهم نتايا وكتسد عليهم. شنو درتي؟ اللي درنا هو اننا شعلنا العافيه سواء كان بوطه. علاش اختي سكينه انا نجي لهذ المساله ديال الطاجين علاش كيتهرس؟ واخا باش نحلوا القوس ديالها. شنو جيتي انت حطيتيها فوق نار، اما مي كتحطها فوق الفاخر حطيتيها فوق السخانه، شنو كيوقع؟
كتمشي كتهز الطاجين كتلقى البخار طالع، كتلقى الفقاعات. شنو كيوقع هنا؟ شنو كيوقع؟ اللي كيوقع هو انسجام المواد فيما بينها، انسجام التوابل مع دوك الاغذيه، انسجام الاغذيه فيما بينها. القرعه السلويه كتعطي مكون كمل الملوخيه، سمحوا لنا يعني عارف الثقافه المغربيه هي هذه، الثقافه المغربيه يعني تحرك شهيه الانسان. هادشي 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 معروف، راه نجبدوا غير الحامض من السيار المغربي راه غيدير فيك ما غيدير فيك. هذه ثقافتنا، وهذه مزيان نحركوا هذا يعني الشهيه ديالنا هذه الامور هذه من اجل نعرفوا ثقافتنا. غير مجرد الحديث عليها تثير هرمونات، ما بالك من تاكلها وتذوقها. فقلت انا انت بصدد شنو؟ صدد انك دير السفرجل مع هاد الاغذيه، مع شويه ديال اللحم، مع شويه ديال شنو هنايا كيتكونوا، كتزيد عليها التوابل، كتحل الطاجين، كتلقى البخار طالع. لا لا يعني المغاربه داروا الطاجين وداروا واحد الخويه في اليد ديال الطاجين، كانوا كيديروا فيها الماء باش كيعرفوا هاد الطاجين واش نشف ولا مازال، لان كان من الاساسيات هذه راه معروفه، راه باقا دابا معروفه انك راه ما يمكنش ما عمرك تلقى شي طاجين كيطيب وتحيد له الغلاقه ديالو. هادي كيوقع في لاكويزين موليكولار. حنايا عندنا لو شوك هادي غنهضروا عليها، والمغاربه كانوا اذكياء. تصور اختي السكينه هادي راه كانت وباقى الان طاجين كيطيب، سبحان الله العظيم. شوفوا عند خوتنا مثلا في سوس، ولا مثلا في ام الربيع، ولا في المناطق السياحيه، كتلقاو كل طاجين عنده المجمر ديالو. ويعني مستحيل من العيب انك تمشي وتهز الغلاقه. علاش؟ لانك كدير له شوك تيرميك، ملي كتشوف كتلقى البخار طالع، نهار الغطايه ديال الطاجين كيكون عندها واحد الثقيبه صغيره كيخرج منها هذاك الهواء. هذه عاوتاني فيها قصه، واخا. فهاد الطاجين هذا شنو بصدد انت شنو كدير؟ انت كتخلق سكون ابيل دي نيو برودوي. من وجد لك الطاجين وحطيتيه وبغيتي تاكلو، خلقتي دي نيو برودوي اللي ما كاينينش في الكون. جمعتي الشفرجل مع اللحم، مع اللحم ديال المعيز، او جمعتي الشفرجل مع الملوخيه، انا كنعطيها مثال، زدتي العطريه خرجتي دي نيو برودوي. هذا هو اللي تقنوه المغاربه، هذا ما يجعل هذا الغذاء يتفكك بالالياف. الالياف تاخذ وقتها في التفكك، مما يجعل الغذاء يصبح ذو مذاق فريد وهضم سريع. شوف راه تاخذ الطاجين ورا مع الظهر ورا العصر يجيك الجوع، وغير متعب للجهاز الهضمي. لان شنو المرض؟ المرض هو كيمياء وفيزيولوجيا مبعثره. الصحة هي جسم منظم بتفاعلاته اللي كلها تتم في درجة الحرارة 37. يعني انت اللي عندك 40 درجة الجسم، لا طلعت لك السخانة 40 درجة ما غتاكلش اصلا. علاش؟ لان الجسم لا يشتغل الا في 37 درجة. هذه كيمياء، واخا. فالخلية والتوازن الخلية كلها تفاعلات. فالغذاء الصحي هو توافق قوانين تحكم كيمياء الغذاء مع قوانين كيميائية وضعها الله سبحانه وتعالى عز وجل في جسم الإنسان. هذه بغيت أنا كل طباخ في العالم يعرفها. الغذاء الصحي هو توافق قوانين تحكم كيمياء الغذاء اللي هي الطبخ، مع قوانين كيميائية حطها الله سبحانه وتعالى في جسمك أنت أيها الإنسان. فقلت أنا يا المستمعين غيتسألوا، الهدف من هذه الحلقة هو نشركوا علم مع التغذية، مع كيمياء الغذاء، مع ثقافتنا، هذاك الشيء اللي كداروا جدودنا. وهذه من اصعب المواضيع اللي ممكن الانسان حتى الا بغى شي مختص التغذيه في العالم يعني يهضر على هذا الشيء، هذا ما عنده ما يقول. مي في المغرب عندنا ثقافه، عندنا علاش نهضروا، واخا. فللعلم اننا لما كنطبخوا بشكل سريع سكون ابي لي فاست فود او لا الوجبات السريعه، فالمذاق ضائع. انت غتجيك بنيه، ولكن خصك تعرف بلي خديتي العشر ديال البنه اللي انا ماشي كنقول الناس جيبوا الفاخر ودخلوا الكوزينه ديالكم، لا ماشي هذا هو الهدف ديالي. الهدف ديالي انا غادي نجي نهضر عليه، واخا. فهاد الهضم هذا لما كيولي صعيب، لما كتولي انزيمات هاضمه يعني كتشتغل بزاف عيب على التغذيه. فالهدف ديالي اخيرا، نقطه اخيره، اذا ما اتيحت لكم الفرصه في امكانيه الطهي على الجمر او للحطب لا تترددوا في الجري بهذا الامر. حتى ان في البوادي، وهنا رساله ستكون رساله قويه الدور الضيافة، راه الناس اللي كيجيو ماشي باش تحط الفورشات والموس، راه الناس كيجيو باش ياخذوا الطاجين فوق الحطب، فوق المجمر، راه الناس كيجيو لدار الضيافة في وسط البادية باش ياخذوا الخبز ديال الحطب. حتى أن في هذه البوادي ودور الضيافة لمن يعرض المنتوج السياحي الطهي يكون على الحطب الفاخر. يعني ما كنقولوا حنا الفاخر،
راه اسم على مسمى، راه الفاخر يذكر شي حاجه اللي هي فاخره. فهذا الفحم هذا وهذا الفخر سيجعل لك ورقه رابحه في المنتوج السياحي ديالك. وانا قلت يعني في المناطق، يعني مثلا المناطق السياحيه كتلقى كل طاجين عنده المجمر ديالو. هذه هي ديال ثقافتنا، ماشي كنقول انا باش ديرو، شوف غير في ايام العيد شوف كيفاش كتستمتعوا باللحم. واش اللحم غديرها في طنجره ديال الضغط هي غتشويها فوق الجمر؟ مستحيل مستحيل. فكان بيودي انا نعطي تفاصيل كثيره، لكن انا حاولت غير نهضر على هذا الشيء هدايا من اجل ان شاء الله الا كانت فرصه. احنا هادو نقاط القوه ديالنا في ثقافتنا، هي هذه نقطه قوه ثقافتنا. احنا ما كيناش في العالم، هو ان ثقافتنا تخضع للمعايير الصحيه، والسبب هو ان مجتمعنا كان مؤطر صحيا منذ قديم الزمان. علاش؟ لان الدماغ والعقل المغربي هو دماغ فعال، هو دماغ ذكي، لانه كيعيش في الصحراء وكيعيش جبال الاطلس وكيعيش جبال الريف، وهذا العقل هذا ما يمكن الا يفكر في جسمه اللي احنا مالوغوزمون تخلينا عليه. جدودنا فكروا في جسمهم، كان المبدا الصحي دائما موجود. خذوا اي حركه في الثقافه المغربيه الا غتلقاو عندها مغزى صحي. نقطه اخيره اختي سكينه ما تفوتنيش، الناس دابا يتساءلون على الطاجين. شريت انا باش نكون معكم يعني واقعي باش ما نهضروا لغه الخشب، تنقولوا الطاجين الا شريناه جديد ديروا في الماء الصباح تلقاه فتت. شحال من الناس داروا الطاجين في الماء لقاوه ذاب، هو ذاب. واخا ديروا له البصله، ديروا شو دخلوا دابا قلبوا شحال تلقى. انا نقول لكم شنو المشكل، جبنا حنايا طاجين ديال واحد العصر وبغينا نوالموه مع عصر ديال دابا، حطوه فوق البوطه. هذا واخا دير له اللي درتي له، لان الطاجين ماشي ولد البوطه، الطاجين ولد الفاخر ولد المجمر. خذ طاجين جديد، خذو جديد ما دير له حتى حاجه، حطوه فوق المجمر ما غيطردكش. شنو داروا الناس وشنو قلنا احنا؟ اننا نديروا واحد المعدن، راه كاينه واحد الصافحه معدنيه فيها ثقوب كتحط فوق البوطه، تحطوا طاجين صافي. داك الساعه جيب طاجين انت جديد. علاش؟ لان هاد الطاجين ما كيطيبش على العافيه، كيطيب على السخانه. فان شاء الله لنا عوده في الاواني يعني كيفاش نستعملوها. وانا كان هادشي كامل الا قلته غير باش نهضر على ثقافتي وثقافه بلادي وثقافه المغرب. ولا تحتكم اي فرصه انكم تمشيو لشي مكان وتشعلوا الحطب وتطيبوا بالخبز بالحطب، وهذه ما تضيعوش هذه الفرصه هذه وغتستمتعوا بها، وهذه ثقافتنا. مرحبا. مشكور استاذي ومرحبا، وحنا اكيد مازال مستمرين وغادي نمشيو مباشره ناخذوا معنا مكالمات المستمعين. وغادي ناخذوا معنا لاله سلمى من فاس. صباح الخير لاله. صباح النور. سلمى. الو. اهلا وسهلا لاله، تفضلي. انا سامع مدينه فاس، كنشكركم جزيل الشكر على نصائحكم القيمه. مرحبا بلاله، الله يحفظك. دكتور انا عداءة، نسوي اتليتيزم ما شاء الله، وبغيت نستشر معك فيما يخص، عندي تدريب كل نهار. نعم. وشنو التغذيه ان شاء الله اللي تساعدني باش تعطيني وعافاك واحد. نعم. ممكن تعطيني النمره ديالك الا كان ممكن؟ مرحبا. واخا شوف غادي ترجع للستوندار عند اخت وفاء وتعطيك الهاتف ديالي ان شاء الله. مرحبا. شوف اختي سكينه، مرحبا مرحبا مرحبا. عافاك دكتور. مرحبا دكتور. عافاك يديك كتعرق. وي اختي سلمى تفضل. يديك كتعرق كتشزك، والورقه ديال الامتحان كتشزك ليا. واخا شوف انا نجاوبك، انا نجاوبك سلمى، ارجعي خذي الهاتف ديالي. المهم انك تاخذي الهاتف ديالي. انا نقول لك علاش، انا نقول لك علاش. شوف اختي، شوف اختي سكينه، وفاء عافاك الرقم ديال الاستاذ سلمى. تفضل. مرحبا. شكرا شكرا اختي سكينه. شوف واحد الحاجه اختي سكينه، مادام هضرت عليها سلمى ربما غيكتشفوها المستمعين، وهذه مفاجاه اللي كان من بعد ان شاء الله، مي ربما تا اخت سكينه غتكتشفها. انا لو بروفيل ديالي الان دابا من غير التخصص ديال التغذيه، تخصص تغذيه الرياضيين. عندي فرق الحمد لله اللي كنشتغل معها، وعندي عدائين في المغرب، سي با لا بين ذكر الاسم نظرا للطلب ديالهم هما ماشي ليا انايا، فنشتغل. والان مؤخرا عندي بطل افريقيا في الكاراتي،
باش يعرفوا الناس. والحمد لله هذا لو بروفيل هذا رانا نشتغل فيه. علاش؟ علاش مثلا غير في كره القدم، كره القدم انا ديما كنقول يعني يعني عندنا ان شاء الله مشروع اللي تم تقديمه ان شاء الله في هذا الاتجاه هذايا، وغادي يكون مشروع كبير بزاف. واخا انا كنقول دائما دائما اللعابه لونترينمون سي بيان مي لونترينمون زائد لا نوتريسيون سي ميو. واللعاب اولا كان اتليت اولا كان مثلا كاراتي، مثلا غير كاراتي، كاراتي حنايا الا طلعنا الا طلعنا يعني المنافس زي 3 كيلو في الكلاسمون ديالو ما غاديش ربما يتقصى، لان كتعرفوا باللي فنون الحرب فيها الوزن مهم جدا. هذه المساله هذه مهمه بزاف بالنسبه لف لف يعني في الاتليتيزم ولا في الفوت ولا في اي رياضه، اي رياضه. وانا كنعشق هذا المجال صراحه. هذا من بعد ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه على هذا على هذه المساله هذه، لان كدير فرق كبير. وكتعرفوا الان دابا كتعرفوا الفيفا صدرت قرار بلي ان اي فريق في العالم خصو يكون عنده مختص التغذيه ديالو، بل وان العديد من لاعبين كره القدم اللي عندهم دي نوتريسيونيست بيرسونيل اللي كيشتغلوا معاهم. ولي الشرف انني كنشتغل مع العديد، سي با لا بين ذكر الاسماء، ما غير باش يعرفوا باللي الناس راه يعني كيقولوا هاد التغذيه ناعم، لعابه اللي كياخذوا وكيمشيو على الثقافه وكيتمشيو على الثقافه المغربيه وكيمشي على هاد الامور. والجميل اختي سكينه كاين فرق كبير وكبير بزاف. انا اي لاعب كيسمعني كون متاكد يا اخي ولا لاعبه، انا عندي فريق اللي هو فريق نسوي جميل اللي هو يعني يحقق نتائج كبيره بزاف. اي لاعب ولا لاعبه كونوا متاكدين باللي له تميتي بالتغذيه. ليونيل ميسي نهار بدا الحياه ديالو، سمحوا لي على مصطلح، كان كيوقع له تقيؤات على مستوى في الملعب، من نهار شدو ان كوتش اللي هو مدرب واعطاه انه ضروري يهتم بالتغذيه ديالو، ولا كما كتسمعوا الاسم ديالو. كذلك اسماء متعدده بلا ما نحتاج نذكرها اللي نهار اكتشفت التغذيه ديالها ولا فرق شاسع. علاش؟ لي غيزيرف ديال الجليكوجين اللي عندك انت كلاعب هما اللي غيخليوك تلعب 90 دقيقه ولا تلعب ربع ساعه ويخرجك المدرب. وهاد الاشتغالات ولات دقيقه جدا، لا ميكرو نوتريسيون ولات دقيقه جدا مع لي كوتش سبورتيف اللي كنحييهم في العالم كامل. كاينين دي كوتش نوتريسيونيل يعني دي سبورتيف لا نوتريسيون لا ميكرو نوتريسيون اللي كيشتغلوا، واللي كاين واحد العمل اللي هو عمل جبار. اي نادي دخل مختص تغذيه يشتغل معاه راه كيكون فرق شاسع. علاش؟ لان نعطيك مثال دابا حنا بالنسبه باش تكون امور تقنيه من بعد نهضروا عليها. مثلا الفريق عنده ماتش مع الربعه، انت خديتي ماكله مع الثلاثه. حنا دائما كنقولوا للاعبين ما تاخذوش شي حاجه جديده عليكم، خذ شي حاجه اللي انت مولفها. كاين فريق اللي واخا حنا كنفضلوا ان تكون واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع اخر غوبا من غير ليدغاتاسيون والماء اللي هو فيه ايزوتونيك ايبرتونيك وايبوتونيك. فبالنسبه للاعب كياخذ شي حاجه جديده، تصور اختي سكينه كتوقع لك دياغي الفرقه كلها، كي غدير هذه الفرقه تلعب انت كانسان عادي عندك دياغي ما كتقدرش تمارس الحياه اليوميه ديالك، فما بالك لاعب اللي كتسنى منه يدخل للملعب. علاش كنقول انايا الحمد لله المغرب هذا المستوى اللي وصل له دابا المغرب بهذه المعايير كلها بما في ذلك التغذيه، وهذه مساله مهمه جدا. ومن بعد ان شاء الله نرجعوا لها. فاختي سلمى خذي الهاتف ديالي نجاوب بعجاله على السؤال اللي هضرت عليه، التعرق. الناس ما عارفينش باللي العضله اللي هابطه مع العمود الفقري في الظهر واليد والرجل هادو اكبر اعضاء اللي كيتعرقوا في جسم الانسان. انت اختي سلمى ما تخافيش من هذه المساله. علاش؟ لانك مادام انت يا عداءه فعندك لو ميتابوليزم طالع، عندك معدل الحرق طالع، عندك التيرموجينين كتشتغل. هذه مساله تكاد تكون عاديه، وهذه مساله كاين عاود لي ما كيتعرقش. فان شاء الله مسيره موفقه، مجال جميل جدا، مجال اللي اعطانا اعداء كبار من طينه يعني اسماء كبيره اخرها سفيان البقالي اللي الحمد لله هذا الشيء كامل. والسي سفيان راه كيشتغل على التغذيه ديالو، هذه مساله خصكم تعرفوا عليها، يعني كيشتغل بيني بالحدافر ديال التغذيه، وهذه مساله هذه يعني اؤكدها. فهنيئا للرياضه المغربيه في كل المجالات، وما تنساوش عافاكم التغذيه مهمه جدا جدا للاعب في كل المجالات، في كره ديال الصالات، في كره القدم، في الاتليتيزم، في يعني في الدراجه الهوائيه، كلهم هذوما التغذيه كتبقى مهمه جدا. علاش؟ لانها كتعتمد على القوه العضليه والقوه الفكريه ولا كورديناسيون بين يعني التوافق بين القوه العضليه والقوة الفكرية. ولنا عودة في هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله. مرحبا مرحبا. ناخذ معنا الحاجة لطيفة. صباح الخير.
صباح النور على بنتي. مرحبا. صباح الخير سيدي ولدي. الله يبارك فيك الحاجة لطيفة، مرحبا بك. دايره ولدي انا راهي تذكر شي حاجه تقليديه وصافي تنبدا لا هذا هو الهدف ديالنا الحاجة. ايه والله هذا هو الهدف ديالنا. تتحرك المشاعر ديالي كلها. الحاجة لطيفة. الهدف ديالنا هو اننا نخليوكم تهزوا التليفون وتصونيو على الصحة والسلامة وميد راديو. هادشي اللي كاين والله العظيم. مرحبا مرحبا. كل ما تجي اليوم تنجي التليفون. مرحبا مرحبا شرفنا. عيد مبارك سعيد. عيدنا ديال المسيرة اللي العيد اللي بصم التاريخ ديال المغرب تبارك الله. والله يرحم سيدنا مولاي الحسن الثاني والله ينصر سيدنا محمد والله يدوم على نعمة السلم والإسلام والسلام كاع بجوج. امين يا رب. امين يا رب. الله يحفظك يا وليدي. انا غير ذكرتي طريقه الطبخ التقليدي وانا نجي تنجري التليفون باش نعطيكم واحد الطريقه اللي ربما دابا كنقول للمبتدئات ما تيعرفوهاش. هاد البنات اللي بحرا تزوجوا الان ما تيعرفوهاش. وحنا النساء القديمه تبارك الله على درايه على هذا النوع ديال الطبخ وهو الطبخ بين النارين. الطبخ بين النارين. وانا راه كنتعمد في العيد الكبير فاش كيجيو عندي الوليدات والاحفاد تنتعمد ندير لهم هذا الشيء التقليدي وهذا الطبخ بين النارين والطبخ كله تلعيد تيكون على الفحم ما تنخطرش كاع سميتو البوطه ما تنخطرهاش كاع كيف ما تنقولوا. تنبقى ندير لهم كل ما هو تقليدي باش يتبعوا ديك الثقافه ديال جدودهم المغاربه. وتبارك الله راه الطبخ المغربي راه حتى المرتبه الاولى عالميا. ما بقاش اكثر من هذا الافتخار. ما بقاش اكثر منه باش حنا نفتخروا باننا مغاربه الحمد لله. انا غادي نفسر للاخوات شنو هو الطبخ بين النارين. ديك الساعه كان الناس كيما قلنا يطبخوا على الفخر ما كان كاع البوطافه سميتو. وابتكروا هذه الطريقه باش يحمروا مثلا الضلعه مثلا الشواء الى اخره. اذا كانت تاخذ السيده الطاب ديالها تديرو في الطنجره اولا في الطاجين على حسب الكميه. الا كانت كميه كثيره تتكون في الطنجره، كانت كميه متوسطه كتكون في الطاجين. والطواجن راه كانوا كبار، راه ما كانش الطاجين بحال دابا تيتباع دابا صغير. راه الطواجن تبارك الله انا عندي واحد الطاجين ديال جدي راه تبارك الله فيه 3 كيلو ديال اللحم باقي محتفظه به. المهم كما قلت لك اسيدي كياخذوا داك اللحم تيطيبوه حتى تيطيب. كيطيب كيحيدوا الغطا ديال الطاجين تيتحيد تيحيد الغطا الطاجين وتيغطيوه بالصينيه ديال الحديد. صينيه كبيره اولا بحال دابا كاين دوك المقالي ديال وجده حل المشكل. دوك المقالي الثقال هادو راه حل للمشكل. ديروا فوق الطاجين في عوض او فوق الطنجره في عوض الغطا ديالها او الغطا ديال الطاجين. كديروا من الفوق وكتبدا كتهز الرماد من التحت وتديروا في الفوق تتهز الرماد من التحت وتيتهزوا معاه شي جميرات حمرين تنقولوا ديك العافيه اللي هبات تتولي شويه دوس ماشي مجهده. كتاخذ هذاك الرماد مع دوك الزميرات وكديروا فوق هذيك سميتها الطنجره فوق ذاك الغطاء اللي قلنا ديال ديك الصينيات الحديد وكتخليه تقريبا شي نص ساعه المكانه. اش كيوقع؟ نعم. الوقيته اللي كتبغي انت تحط الاكله ديالك كتلقى بان بعد ديك العافيه ديال التحت وقفت المرق لان حتى هي بقات غير دافيه بقات هي شويه مسعدله. تيوقف المرق وديك الضلعه مثلا اللي الفوق تجي كلها قهويه ماشي متحروقه ماشي فيها الكحوليه ولا شيء. وي 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 مذهبه. دوغي. وشنا هو لافونتاج؟ لافونتاج غادي يقولوا لي المستمعات ايوا نحمروا في الفران. لا ماشي بحال الفران رد البال وليدي ولا لا بنتي سكينه. ملي كتحمري في الفران دائما واحد الجهه تجي محمره اكثر من الاخرى لان هذيك قريبه مثلا الانبوب ديال العافيه والاخرى بعيده. ما تيجوش نفس التحميره. اما هذيك راه مثلا الضلعه تتجي محمره كلها نفس الشكل ونفس المذاق وتيولي اللحم كما قال سيدي محمد في واحد الحلقه تيتسلت العظم تيتسلت من اللحم. وهذيك هي اللي تتدل على ان راه السيده راه طباخه ماهره راه عرفت القياس ديال طياب اللحم وعرفت القياس ديال التحمار. ايوا هادشي اللي بغيت هاد الطريقه اللي بغيت نشارك معكم انا ديال انا كما قلت لك تنديرها في العيد. وهذا الشيء راه ماشي كنديروه غير في سميتو في راه حتى في الايام العاديه ديال الطياب بين النارين ماشي غير في العيد. ايام بحال دابا طاجين في المقفول راه المقفول الى صابتي بين النارين راه تيجي كله معلق واقف من داك الشرفيع. الشوا الى درتيه في الكسكاس
وتتعاود دير لي هذه الطريقه ثاني فوق العافيه بين النارين، راه ما نقول لكش كيف تيجي. المهم كاع شحال بزاف الطويجنات كيطيبوا بهذا الشكل ديال بين النارين، وانا بغيت السيدات زعما يشدوه في دماغهم، لان راه روعه 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 بين المكان. نعم. وواحد النصيحه اخرى تاعي بغيت نعطيها للمبتدئات، دائما الا شعلتي لا شي نهار مثلا شي نهار لحد تهيتي شي اكله على الفخر مثلا بغيتي تفرحي بوليداتك وبالزوج ديالك، دائما النصيحه اللي بغيت نعطيك ملي تفعلي العافيه في المجمر ما ترديش عليها الطنجره مباشره او الطاجين مباشره. وي تماما بالضبط. ما حد الفحم كحل راه تيكون مجهد بزاف، دغيا يحرق لك التوابل ودغيا يحرق لك اللحم. اذا خلي كنقولوا حنا في مراكش يقولوا لنا ما وتا تيقول لي خلي العافيه تتهبى يعني حتى يولي الجمر شويه احمر والكتافه شي شويه داك الكحل ما يبقاش كثير، وما كتبقاش داك اللهيب طالع، اللهيب ديال الفخر ما يبقاش طالع، عاد ديك الساعه ردي الجمر او لا ردي الطنجره ديالك وبالصحه والراحه وتهلاو بين النارين. راه شي حاجه راه الا جربتها والله ما بقيت تستغناو عليها، ونهار يكون شي ضيف عزيز ديري لي هذا الطبخ بين النارين وتفكريني ورحمي عليا، وشكرا بزاف عاد. مرحبا بلا لطيفه وشكرا لك. هو شوف اختي سكينه، شكرا للحاجه لطيفه. بالمناسبه نهار هضرنا على المدفونه احد الاصدقاء فكروا نهار الحد داروا هاد المدفونه كيفاش غيديروا لها، ان مين هضرنا يعني بقينا كنتسائلوا هكايا كيفاش الاقتراح اللي انا عطيتهم هو اللي كان عندهم شنو خداو اختي سكينه، مشاو شعلوا يعني القانون، حنا كان عندنا القانون ثلاثه الحجرات والحطب صافي كان هذا هو القانون، فشنو داروا الحطب من تحت وشدوا هذيك الخبزه داروها بين كما قالت الحاجه الطبيلي دا بين نارين، داروها بين جوج ديال المقلات ديال الوجده، يعني وحده داروا فيها الخبزه ديال المدفونه وحده داروها فوق منها وداروا الجمر. يعني هذا هو الطبخ كما قالت الحاجه الطبيلي، طبخ بين نارين هو طبخ اللي هو عريق في المغرب، ودايوغ دابا بعد المحتويات في العديد من الدول سيرتو بعد الاخوان اللي كيعطيو بعض المحتويات من في الاتراك كيديروا هذه المساله، لاحظوهم انهم كيطمروها كيغطيوها بجيب شي معدن وكيديروا حتى الجمر من الفوق، كيولي الجمر في النواحي كامله، ومستحيل يكون الطياب ديال الفران هو الطياب ديال هذه ثقافتنا. وان شاء الله نتمنى نحافظوا عليها اختي سكينه، ونتمنى ان شاء الله اننا نكونوا حركنا ولو شويه. شكرا الحاجه الطبيله، حنا عارفين المستمعين بزاف باغيين يعطيونا يعني هاد الثقافه ديالنا، غير عفاكم قيدوها لان واحد النهار غادي نجيو وغادي نوقفوا عليها كامله ونجمعوها، ولما لا يكون واحد المهرجان وطني في هذا الطبخ هذا الصحي، ويجيو الناس وهادشي اللي كنهضروا يجيو يذوقوه يعرفوه ان شاء الله باذن الله. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذ لالي، اختي كنت تلقاو غدا ان شاء الله باذن الله. الله يكبر بك، بارك الله فيك. كان معنا ومشرفنا اكيد الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.